الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ابتلينا في هذا الزمان، طبعا نحن في آخر الزمان، فابتلينا بالرويبضة، الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة هو جاهل أصلا، يعني يتكلم عن جهل، حتى وإن كان منسوب لأهل السنة الأشاعرة والماتريدية، لكنه ينكر ماذا؟ ينكر أشياء في علم التصوف، علم السلوك، ينكر شيء من الكرامات، ينكر شيء يعني من أحوال السادة الصوفية الذين هم أحوال الأولياء. هذا موجود منذ عصر السلف الصالح، ليس جديدا اليوم. السبب حينما تنظر في حال المنكر تجد أنه من الفقهاء وليس ممن جمع بين الفقه والتصوف. وسنقول دائما ونكررها، من تفقه ولم يتصوف فقد ماذا؟ تفسق، يعني أقرب إلى الفسق. ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، من جمع بينهما فقد تحقق، أي تحقق بمراتب الدين الثلاث: إسلام، إيمان، إحسان. لكن المصيبة حينما يأتي من ينكر هذا وهو جاهل أصلا بالكلية. تعالوا نستمع إلى أحد الإخوة الذين كنا نحسبهم يعني أنهم من السالكين المريدين، حينما رأيناه يرد على بعض خوارج السلفية الوهابية في قناته، قناة اسمها النجم الثاقب، معروفة، كنت أتابعه، حتى أنا كنت أتابعه في بعض الردود، لكن تفاجأت، سوى هذا الفيديو قبل شهر وهو يستنكر على الدكتور يسري جبر في مسألة السيد البدوي، كأنه نحى منحى الشيخ عبد الله رشدي. والشيخ عبد الله رشدي صحيح أنه منسوب لأهل السنة، منسوب لعلماء الأزهر، لكنه ليس بصوفي، وهذا قلته في المقطع الذي رددناه به على الدكتور عبد الله رشدي. الدكتور عبد الله رشدي ليس من السالكين، ليس من المريدين، ليس من الصوفية. ايش معنى الصوفية؟ اي انه ليس من الذين يريدون الانتقال من مرتبة الاسلام الى مرتبة الايمان الى مرتبة الاحسان، مكتفي بنفسه انه في مرتبة الاسلام وربما في ادنى مراتب الاسلام. فهمت؟ فمن تفقه يا احباب ولم يتصوف فقد تفسق. تعالوا نستمع ثم نبين لكم اين مكمن الهبالة، الحماقة، السذاجة التي تخرج من أفواه هؤلاء الرويبضات، هؤلاء الجهلة، حتى وإن كان والله قلنا عقله يعني ممتلئ بالفنيات، العلم الشرعي الظاهر، حتى وإن كان عقلك ممتلئ بالعلم الشرعي الظاهر وأنت لست من أهل العرفان، لست من أهل السلوك، لا يطلق عليك مريد، لا تخضع تحت شيخ مربي، أنت يعني شيخك نفسك الأمارة بالسوء، هذا الفقيه العالم الذي ترونه شيخه نفسه الأمارة بالسوء، نفس الأمارة بالسوء لا تزول ولا تتزحزح من العبد حتى يسلك طريق التصوف ويندرج تحت طريقة صوفية شرعية سنية، وإلا علمك هذا وبال عليك، لأن الذي يقودك إنما هو نفسك الأمارة بالسوء. تعالوا نستمعها. السيد البدوي ما زال حتى اليوم يربي تلاميذه وهو في برزخه. يعني هذه مقالة للدكتور يسري جبر، يعني هذا الكلام مش جديد أصلا. السيد البدوي ما زال يربي تلاميذه وهو في برزخه. ليس السيد البدوي فقط، سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي عبد إبراهيم القرشي الدسوقي، سيدي أحمد البدوي، هل هؤلاء بس؟ لا 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 لا، من الذي قال انه هؤلاء فقط؟ سيدي ابو الحسن الشاذلي، سيدي احمد مصطفى العلاوي، قطب الطريقه العلاويه الدرقاويه الشاذليه، كل من كان وصل الى مرتبه القطبيه واذن له من الحضره النبويه بان يربي مريديه فهو يربي مريديه، سواء كان في حال الدنيا او انتقل لعالم البرزخ. هذا يستغرب؟ ما يستغرب. لماذا هذا استغرب؟ لانه اصلا انسان مش سالك بطريقة التصوف. إنسان هذا الآن الذي الآن يمشي هو بعقله وعقله مريض، هو وأمثاله طبعا حتى من خوارج السلفية الوهابية. لماذا عقولهم لا تقبل مثل هذا؟ لأن عقولهم مثل عقول بقية عوام المسلمين، بقية الجهلة، متوافقين حتى مع اليهود والنصارى، متوافقين مع العلمانيين. يعني تعال واحد علماني تحدثه عن كرامات الصالحين، لا ما بيقبل منك، ما فيش حاجة اسمها عنده كرامات الصالحين، عقله لا يقبلها. طيب طبعا ده هذا الدعاء
وما فيش دليل عليه، زي ما قالوا برضو بعض الناس، قالوا ان سيدنا الخضر ما زال حيا حتى الآن. يعني ينكر حتى حياة سيدنا الخضر، طبعا مع أن جمهور أهل السنة والجماعة على القول بحياة سيدنا الخضر. جمهور من؟ أهل السنة والجماعة. من هم؟ الفقهاء، يعني أغلبية الفقهاء واللي هم المحدثين أصحاب العلوم الظاهرة. أما الأولياء والذين هم أهل الباطن السادة الصوفية، فهو إجماع، إجماع عندهم، لا يوجد من خالفهم. وهذا دليل على أنهم هم أصلا أهل الكشف، وهم الذين يلتقون بسيدنا الخضر، مش الفقهاء. الفقهاء يتحدثون من خلال قراءتهم وعلمهم من بعض الروايات وبعض الكتب، الفقيه فهو يجتهد فيؤمن أو ينكر. لكن الأولياء الصالحين لا ينكرون، لا يوجد من السادة الصوفية من أنكر حياة سيدنا الخضر. ليش؟ لأنه كلهم يلتقون بسيدنا الخضر. ومش بعيد برضو كمان يومين تلاتة يقول لك ايه ده، هو له تلاميذ وله مش عارف ايه، فتصريحات غريبة ما انزل الله بها من سلطان. ما أنزل طيب الله بها من سلطان، كلامك هذا هو الذي ما أنزل الله به من سلطان، إنكارك هذا هو الذي ما أنزل الله به من سلطان. اللي يخلينا نتأكد من الكلام ده، له فيديو نفس الكلام اللي هو قاله هنا في الخبر، هو قاله في الفيديو. الخبر بيقول ايه؟ تعالوا بس، كان أوضح شرح لكم جبر الفيديو. أن السيد البدوي بعد ما علم تلاميذ كثيرين غلب على حاله نوع من القبض، تمام، فقبض عن الناس وعاش على سطح بيته، فسماه الناس السطوحي، مؤكدا أن السيد البدوي لم يحصل له حال القبض إلا بعد أن علم الناس وأنشأ علم إلا الناس. بعد أن علم الناس وأنشأ مدرسة كبيرة، ثم قال له الله كفاك اختلاطا بالناس، استخلصتك لنفسي، زيارة يربي التلاميذ وهو في برزخه. وأوضح الدكتور يسري جبر أن الناس أساءت فهم السيد البدوي، لكن هذا حدث لكي يرفع الله قدره. قال السيد البدوي من ضمن الأولياء المعدودين الذين يربون التلاميذ والمريدين وهم في برازخهم إلى يومنا هذا، تمام؟ يعني في برزخه تلاقيه بيربي مريديه الأحياء، وهؤلاء الأولياء الذين يربون وهم في برازخهم ندر في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم السيد البدوي، تمام؟ نفس الكلام ده قاله في تصريح له، بيقول فيه هنا السيد البدوي فسموه السطوحي عشان كده، لانه كان يعلى على السطوح وكان عنده سبحه 1000، فاللي يجي عايز يسلم عليه يدلدل له السبحه من فوق السطوح، الناس يسلم على السبحه من تحت لانه مش عايز يشوف حد، كان يعني يمر عليه احوال بالشهور يقعد فوق السطوح. ما بيصليش الجمعه يا مولانا. ايوه يا عم، ده حال قبض بقى زي المريض. يبقى المريض لا جمعه عليه، انت مالك؟ هو في حاله استوي؟ يعني هو دلوقتي في حال القبض اللي هو بقى مريض وغير مكلف، ولا الحالة اللي هو فيها ديت في حالة مع الله وسعادة وكذا وكذا؟ لو في حالة مع الله وكده، لا هو ما زال مكلف. لو تقصد ان هو القبض ده بقى خلاص بقى يعتبر مريض، فيبقى اذا هنا ليس مكلف. طب اذا برضه هو ليس يعتبر برضه في تلك الحالة، لا يصح منه ان يفتي في الدين او يعلم الناس او كذا او كذا. من الذي قال لك انه يفتي وهو في حالة القبض؟ شوفوا الجهل. من الذي قال لك أن الشيخ البدوي أو غيره ممن يصيبهم أو أصابهم حالة القبض والبسط أنه في حالة القبض يفتي؟ أنت تعرفش معنى حالة القبض. حالة القبض ما يشعر بالذي جنبه، يعني إنسان مريض، المريض هذا ما يستطيع أنه يتكلم مع شخص، يعني حالة مرضية قوية لا يستطيع من خلالها لا أن يتكلم ولا أن يفتي ولا أن، وليس أصلا مشغول بك أصلا، ربما لا يراك. من الذي قال لك أنه يفتي أصلا؟ يعني شوفوا الافتراء على الأولياء والصالحين، الكذب عليهم، ما هو فاهم أصلا إيش معنى القبض وإيش معنى البسط. تمام، فازاي بقى بيفتي ويعلم وهذا وكذا 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 وهو في حال القبض التي تعتبرها أنت، تعتبرها أنت، الذي يعتبرها أولياء الله الصالحين كلها. حالة القبض هي حالة مرضية أو حالة مزرية للعبد، يعني حالة يعني يصيبه شيء من أحوال الله تبارك وتعالى، يصيبه حال مع ربه، حال عجيب. الحال هذا أحيانا يخرجه عن طوره فيتكلم بأشياء أنت ترى أنه لا يصح، ربما تراه كفرا، كما في حال سيدنا الإمام الحلاق، يعني حينما يقول أنا الله، هو ما يقصد نفسه أصلا، هو أصلا لا يشوف نفسه، بيجي يقول أنا الله، هو مش شايف نفسه أصلا. حالة وصل بها العبد هذا الولي، وصل إلى حال لا يرى إلا الله في الكون، يعني حتى نفسه وذاته ما يراهاش، ما هو شايف نفسه،
مش شايف، الكون كله مش شايفه، لا يرى الا الله. عشان تخرج من فكرة ان هو ما بيصليش الجمعة ولا الجماعات، يعني عشان تخرج من فكرة ان هو ما بيصليش الجمعة ولا الجماعات، تقوم قايل ان هو في حال القبض، وحال القبض ده زي المرض. طب اذا برضو ما غير مكلف ان هو يعلم ويربي ومن تلاميذه. قال لك اصلا انه يربي؟ حالة القبض، حالة القبض هي حالة معينة، يعني حالة في وقت معين لحظة يحصل من من الوقت. اللحظات، في وقت من الأوقات، في ساعة من الساعات يحصل حالة القبض. ما يخرجش من خلوته، ما يلتقيش بأهله، مش شايف أحد أصلا، حالة ما تستطيع أن تشرحها إلا إن كنت من أهلها. يعني هل يستطيع واحد أن يشرح يعني الحالة المرضية للشخص؟ ما تستطيع. القبض، فاللي حاله قبض ده رفعت عنه الجمعة والجماعات كمان، فهمت بقى ازاي؟ فكان في حالة كده ربنا بيقبضه عن الخلق فكان يعيش، وده اللي اعترض عليه كثير بقى من اللي مش فاهمين، يقول ده امام ازاي ولا ازاي وما الإسلامي بيصليش الجمعة وما بيصليش هو الجماعة بيصلي الجمعة. شوف لانه مش ضحكته، فاهمين. يعني مش فاهمين هذا حتى اللي فاهم الله يا دكتور. ضحكته دليل على أن هذا الأخ جاهل، جاهل وبعيد كل البعد عن السادة الصوفية، بعيد عن مجالسة الأولياء، بعيد عن مجالسة. يؤمن بالتصوف أحيانا، مثلا مثل عبد الله رشدي مثلا، هو يقول لك التصوف من الدين، ما التصوف، التصوف، التصوف هذا الذي يشرحه أمثال الشيخ عبد الله رشدي واللي أمثال هذا الذين بعضهم، يعني مثل الشيخ الددو، يعني من ضمن الفقهاء المعروفين والدعاة اليوم، الذي يؤمن بالتصوف لكنه مش سالك. حديثه عن التصوف من خلال قراءته للكتب فقط، يعني هو ما يعرف التصوف. التصوف حقيقته ذوق، تذوق، مش علم يعني بالعقل، يعني مش قراءة وحفظيات. أنا أحفظ التصوف، ماهوش هو مثل الفقه عبادة معاملات. التصوف هذا ما تستطيع أن تفهمه إلا إن كنت من السالكين، من المريدين، لابد أن تسلك طريق التصوف لتفهم التصوف. أما مثل هؤلاء ما يعرفون التصوف، فيقول لك هؤلاء. وبعدين يأتي الغريب، أنه يأتي يقول لك إيش هذا أصلا ليس من التصوف. من أنت يا ابني؟ من أنت حتى تتكلم هذا من التصوف أو ليس من التصوف، وأنت عبد بعيد كل البعد عن التصوف. إنكاره من خلال فقط عقلي، عقله ما يقبل هذا لأنه أصلا ما هوش سالك. يا ابني أولا أسلك، وبعدين تعال إنكي استنكر، أولا أسلك الطريق. تمام. كذلك أظهره لبعض الصالحين في السودان. تعالوا نشوف كذا، أنا أريد أبين لكم الجهل المركب لمثل هؤلاء الرويبضات. تعالوا بقى نشوف الايه المقطع السوداني ده، مقطع فظيع. يعني شوف كيفية غلاة الصوفية بيتعاملوا ازاي مع تلاميذهم ومربيهم. شوف غلاة الصوفية، يعني من فين جاب غلاة الصوفية؟ شاف المريدين يتبركون بوضوء شيخهم، غلاة الصوفية. يعني هو الآن ينكر مسألة التبرك، والتبرك يعني مسألة فقهية شرعية سنية، هي سنة أصلا عند أهل السنة، فسماهم إيش؟ غلاة الصوفية. أنت تنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن الصالحين، تأتي تقول لي غلاة التصوف؟ غلاة التصوف هذا الذي يخرج عن إطار الشريعة، مش يفعل يا ابني السنة. يعني شوف على جهل، جهل مركب. وهكذا. تعالوا نشوف الشيخ يتوضأ، هذول المريدين طبيعي. يعني أنا إذا كنت أمام شيخ إيش بسوي؟ لابد التبرك، هذا أن تتبرك بوضوء الشيخ، تتبرك بشيء لبسه الشيخ، يأخذ من وضوء الشيخ. هذا ما كان يفعله الصحابة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون إلى فضائل وضوئه. ما تسقط الوضوء حينما الماء الذي ينزل، يتسابقون لالتقائه قبل أن يسقط إلى الأرض فيتمسحون به، هذا هو التبرك. وهذا وارث محمدي، يعني هذا أحد الورثة المحمديين، وهو مسألة تبرك. إيش معنى التبرك؟ هذا هو التبرك، أن تتبرك بشيء من يعني ما لبسه الصالحين، مر على جسد الصالحين، هذا هو التبرك. فالأخ ينكر مسألة التبرك، يقول لك غلاة الصوفية. يا ابني أنت الآن ناكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحق نفسك أولا ألا تكون من الفساق، إن الفساق الذين ينكرون سنة النبي، الذين خرجوا عن الحد الشرعي. الآن ما عجبوش، الآن ليش ما عجبوش؟ كما قلنا مش سالك، ما يعرف شيء إلا التصوف، ولا يعرف الصوفية،
ولا يعرف الأولياء، ولا يعرف كيف التبرك بالأولياء والصالحين، ولا يعرف كيف التوسل، ولا يعرف كيف الاستغاثة. يعني هؤلاء لا يمكن أن يستغيثوا أصلا بالصالحين، لأنه بعيد كل البعد عن الأولياء والصالحين. ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. فأمرهم، أمر هؤلاء أمر خطير. كل من يتعلم العلم الشرعي الظاهر ولا يسلك طريقة صوفية فأمره خطير. عادوا إذا لم ينكر فنقول ها، لكن إذا كان من المنكرين للأولياء والصالحين هذا أمره خطير، نسأل الله السلامة والعافية. شو الواد ده بص ازاي، بص غريبه، بقول لهم فيما معناه يعني ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ يعني الدليل عنده بصة الطفل، شوف الاستنباط، الاستنباط العقلاني الشيطاني. هؤلاء نفوسهم الأمارة بالسوء هي التي تحركهم، وهي التي تحرك عقولهم، هي التي تقول لهم آمنوا بهذا ولا تؤمنوا بهذا. طيب وهذا ال ال هذه ال الغلاة، غلاة التصوف، نحن بريئون منهم الله، والإسلام بريء منهم. نحن بريئون منهم. من أنت؟ من أنت؟ نكرة موغلة في الإبهام، يقول لك نحن بريئون منهم، وإيش يقول لك؟ والإسلام بريء منهم. من أنت حتى تتكلم عن الإسلام؟ من أنت؟ من أنت؟ من تكون؟ لا شيء، نكرة موغلة في الإبهام، يأتي يتكلم في دين الله، يستنكر لك التبرك، ينكر التبرك، ينكر التوسل، ينكر الاستغاثة. من أنت؟ يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. عرف أولا قدر نفسك، يعني إيش بتكون أمام الدكتور يسري قبل؟ والله ما أنت يعني نعل أحد طلبته، سامحوني الحقيقة تقال، لست تراب نعل أحد طلبة يسري قبر. يعني لا يمكن أن أشبهك أصلا بالدكتور يسري قبر، أو أعمل لك قدر مع يسري الدكتور يسري قبر، والعياذ بالله، حاشا لله. بل طلبة الدكتور يسري قبر السالكين، أنا نتكلم عن السالكين الذين جمعوا بين التصوف وبين العلم الشرعي الظاهر الفقه، لا تساوي شيء. أقول لك غلاة الصوفية، إيش من غلاة الصوفية؟ أنت من منكر التصوف، أنت من منكري التبرك، منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من منكري سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي تتكلم لي عن غلاة التصوف، عن غلاة الصوفية؟ من هم الذين يبينون غلاة الصوفية؟ هم السادة الصوفية، مش من واحد نكرة مغلى في الإبهام. نحذر الناس من أن يستمعوا لمثل هؤلاء الرويبضات، رويبضة يتكلم في أمر العامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.